نحن الآن هنا في قصر عثمان موسى في مدينة ميدلت. سنعيش تفاصيل العمارة القديمة وسنغوص في أعماق وأسرار مهنة ترميم المنازل القديمة الطينية. بعد أن يتم صناعة الطوب بالتراب والتبل في قالب خاص، يكون هذا الطوب جاهزا للبناء والدخول في عملية الترميم والبناء الأصلي، ويتم استخدامه في المبنى ليكون عامل مهم في عملية بناء وترميم المنزل. ولعلنا في حلقة اليوم نستكشف تفاصيل فريدة لبناء المنزل الطيني. الإنسان منذ القدم يتقن ويبدع في فن العمارة. كل البيوت والقصور تبدأ بالبناء في مكان صلب أو فوق صخر، والبدء ببناء الجدران بالحجر لتكون أساسا للبيوت. والسر في ذلك هو الحفاظ على البيت لفترات زمنية ضد الرطوبة والماء وغيرها.